السلام عليكم. اذا كما وعدتكم غادي نقدم لكم في الجزء الثاني تصحيح ديال مباراة كلية الطب والصيدلة بوجدة سنة 2018، جزء ديال الكيمياء. اذا على بركة الله، السؤال 21: نحضر محلولا مائيا الآس تركيز هرمون السي بإذابة الأمونياك الغازي في لتر واحد من الماء عند 25 درجة سيليسيوس. أعطى قياس بي اش محلول الآس، القيمة بي اش كتساوي 11.1. تنعطينا معطيات وعطينا واحد المساعدة ديال 10^8 كتساوي 0.158. لأن عندنا 5 ديال الاقتراحات. اقتراح أ: الصيغة الجزيئية للأمونياك هي ان اش 4، لا خطأ، هي ان اش 3. مزدوجتان متدخلتان في تفاعل NH3 مع الماء هما، لأن المزدوجتان فهما خاطئتان كذلك، تتغير مع الزمن تبدي التوازن الموافق لتفاعل NH3 مع الماء، كذلك الاقتراح فهو خاطئ. دي: تعبير ثابتة التوازن تفاعل تحلل البروتونين الذاتي للماء هو تركيز NH3 ديال H أو موا على H3 بلس، كذلك خطأ موجودة ديال التركيز بجوج. دان هنا تيبقى لنا الجواب الصحيح هنا هو جميع الاقتراحات خاطئة، والجواب الصحيح هو أه. سؤال 22: إذا نأخذ نفس معطيات السؤال السابق، لدينا في المحلول أس اللوغ ديال واحد على أش أو موا كيساوي 25.1. إذا غادي نتحققو من هاد الاقتراح، لأن نعلم بأن الجدع الأيوني الماء هو كيساوي التركيز على أش تخوا بلس فوا التركيز على أش أو موا. إذا واحد على تركيز على شوما هو تركيز على شتخوا بلوس على كأو، اللي هي 10^11 على 10^14. يمكن أن نبسطها على شكل 10^14 = 11.1، اللي هي 10^2. وبالتالي اللوغ ديال واحد على تركيز على شوما هو 2.2، وبالتالي فالاقتراح أ فهو خاطئ. بالنسبة للاقتراح بي، عندنا النوع المهم في المحلول أس هو NH4 بلوس، لا خطأ. النوع المهم هنا هو النوع القاعدة NH3، لأن بي اش فهو أكبر من بي كا. بالنسبة لاقتراح سي، إذا تم تخفيف 10 مرات المحلول أس فنسبة التقدم النهائي للتفاعل تتناقص، هذا كذلك فهو خاطئ لأن نسبة التقدم النهائي تزداد مع التخفيف. بالنسبة لاقتراح دي، لدينا في المحلول أس تركيز ديال NH3 على تركيز ديال NH4 بلس كيساوي 10^1.9. إذا عندنا العلاقة بي اش كيساوي بي كا زائد اللوغ ديال التركيز ديال القاعدة على الحمض. إذا عندنا النسبة ديال التركيز ديال القاعدة على الحمض هي 10^(بي اش)-بي كا، اللي هي 10^11.1 - 0.2، وهاد الفرق هذا هو 10^1.9، وبالتالي اقتراح دي خاطئ. بقى لينا آخر حاجة اللي هي تحقق من ثابتة التوازن، لأن معادلة التفاعل مع الماء ديال NH3 هي NH3 زائد H2O كيعطينا NH4 بلس زائد HO، وبالتالي التعبير ديال ثابت التوازن هو NH4 بلس فوا HO على NH3. دونك باش نقدروا نحسبوها الثابتة، غادي نضربو في H3 بلس ونقسموها على H3 بلس. عندنا دونك NH، دونك NH3 فوا H3 أو بلس على NH4 بلس هي Ka، و HO في تركيز ديال H3 بلس هو كا، وبالتالي هنايا هي كا على كا. دونك هادشي هو 10^14 زائد بي كا اللي هي 10^4.8. دونك هاد 10^4.8 نقدر نفكوها، هي 10^0.8 فوا 10^4، وعندنا عطينا المساعدة ديال 10^0.8 هي 0.158، وبالتالي هاد كا كتساوي 1.58 10^5. إذا اقتراح أ فهو صحيح. السؤال 23: نتوفر على محلول مائي اس بي للقاعدة NH3 المرتبطة بالمزدوجة NH4 بلس على NH3 تركيز هرمولي هو سي بي. نعاير محلول اس بي بمحلول مائي اس ا لحمض الكلوريدريك تركيزه سي ا كتساوي 0.01 مول باغ لتر. إذا لهذا الغرض نأخذ حجما في بي 40 ملل من اس بي ونضيف اليه تدريجيا محلول اس ا. دونك الحجم المضاف عند التكافؤ هو 20 ملل. عندنا 5 كذلك ديال الاقتراحات. عندنا الاقتراح الاول: معادله التفاعل المعايره هي
NH3 زائد H2O كتعطينا NH4+ زائد H1. دونك هاد الاقتراح فهو خاطئ. نورمالمون NH3 زائد H3 بلس اللي كتعطينا NH4+ زائد H2O. هذا اقتراح خاطئ. عندنا اقتراح ديال كمية مادة القاعدة NH3. دونك عندنا جوج ديال الاقتراحات، إما 0.4 مول ولا 0.25 مول. دونك غنتحقو منهم. حنا كنعرفو عند التكافؤ كمية المادة ديال NH3 كتساوي كمية المادة ديال الحمض اللي هو NH3+. إذا كمية المادة ديال NH3 أو بلوس هي Ca في أ أو، وبالتالي نقدر نحسب كمية المادة ديال NH3 اللي هي 2 × 10⁴ دونك 2 × 10⁴. وبالتالي فالاقتراحان أ أو ب فهما خاطئان. بقى لينا نحسبو التركيز المولي ديال الأيونات Cl موان. حنا كنعرفو بأن الأيونات Cl موان فهي لا تتفاعل، وبالتالي فكمية المادة اللي كاينة في الحجم في أ أو اللي هي 20 مليلتر ديال Cl موان هي نفسها كمية المادة ديال H3 أو بلس، وبالتالي كمية المادة عندنا دائما هي 2 × 10⁴. إذا فاش غادي نضيفو الحجم في بي غادي يوقع تخفيف، إذا غادي نستعملو علاقة التخفيف. عندنا التركيز النهائي هو كمية المادة البدئية على الحجم النهائي اللي هو 60. دونك في أ هي 20 و في بي هي 40 مليلتر، دونك هي 60 × 10⁴ لتر. دونك كيمكن نبسطو هي 1 × 10⁻²، دونك 1 × 3 هي 0.33 × 10²/لتر. وبالتالي الاقتراح الصحيح هنايا هو دي. سؤال 24، نأخذ نفس معطيات السؤال السابق وعطينا مساعدة ديال 10⁻³ اللي هي تقريبا 1/4. من خلال المعايرة عند إضافة الحجم في أ كيساوي 10 مليلتر من حمض الكلوريدريك يأخذ pH الخالي التفاعلي القيمة ديال بيكا ال هي 9.2، عند إضافة واحد الحجم في أ من حمض الكلوريدريك يأخذ pH الخالي التفاعلي 8.6 pH. إذا حنا غادي مطلوب هنا هو البحث على قيمة هاد الحجم في أ فاش اللي كيعطينا pH كيساوي 8.6. إذا عندنا معادلة هاد التفاعل، عندنا NH3 كيتفاعل مع H3+ باش يعطينا NH4+ زائد الماء. إذا الحالة البدئية عندنا كمية المادة ديال القاعدة هي CbVb، كمية المادة المضافة ديال H3+ في الحالة النهائية فهادشي كيتفاعل، تتبقى لنا CbVb ناقص CaVa، هذا كيختفي لأنه متفاعل محيط، لأن هنا كنديرو معايرة قبل التكافؤ، وهنا كيتكون CaVa. إذا عندنا العلاقة pH كيساوي بيكا اللوغ ديال القاعدة على الحمض، مع هنايا عندنا التركيز ديال NH4+ هو كمية المادة ديالو على الحجم الكلي اللي هي CaVa على الحجم الكلي، وكمية المادة ديال القاعدة هي كمية المادة التركيز ديال القاعدة وكمية المادة ديالها على الحجم الكلي. إذا أنا غادي نبسطو هادشي، دونك عندنا pH قلنا هي pH هي بيكا زائد اللوغ ديال القاعدة على الحمض، وبالتالي اللوغ ديال هاد النسبة هادي ديال NH3 على NH4+ هي pH ناقص pKa اللي هي 8.6 ناقص 9.2 اللي هي ناقص 0.6. إذا النسبة NH3 على NH4+ هي 10 × 0.6 اللي هي تقريبا 1/4. وغادي نعوضو هاد التراكيز التعبير ديالهم، دونك إلا درنا إلا قسمنا القاعدة على التركيز ديال القاعدة على التركيز ديال الحمض بيتختزل لنا في أ بلس في بي، دونك بيبقى لنا فقط هي سي بي في بي ناقص سي أ في أ على سي أ في أ. دونك غادي نديرو التناسب هنايا، غادي نضربو في 4 وأنا غنضربو في 1، بتعطينا 4 سي بي في بي ناقص 4 سي أ في أ كتساوي سي أ في أ. دونك أنا بتولي عندي 4 في بي سي بي كتساوي 5 سي أ في أ. وبالتالي هنايا إلا بسطنا هادشي عندنا غادي نلقاو بأن في أ كتساوي 16 مليلتر، وبالتالي فالاقتراح الصحيح هنايا هو الدي، الجواب صحيح هو الدي. السؤال 25، نتوفر على محلول تجاري S0 لحمض اللاكتيك، النسبة الكتلية ديالو هي 85% والحجم والكتلة الحجمية هي 1.20 × 10³ غرام/لتر. إذا انطلاقا من هذا المحلول من المحلول S0 نحضر محلول S من حمض اللاكتيك تركيزه سي وحجمه 1 لتر. دونك لهذا الغرض نسكب حجما في زيرو، اذا عندنا هنايا
حجم بدئي اللي خديناه من الحجم من المحلول التجاري هو 5 مليلتر، كنسكبوها في الماء في حجم ماء مقطر يقارب 200 مليلتر داخل حوجرة معيارية من فئة 1 لتر، ثم نضيف الكمية الضرورية من الماء، يعني أننا كنوضعها في 200 مليلتر من الماء وتنكملو حتى الخط المعياري، يعني حتى كنوصلو 1 لتر، يعني أن الحجم النهائي هنا الحجم البدئي هو 5 مليلتر والحجم النهائي هو 1 لتر. إذا أعطينا هنا اقتراحات: خلال التفاعل بين حمض اللاكتيك والماء يتم تبادل الإلكترونات، خطأ، هنا يتم تبادل البروتونات. هنا نطلب هنا هو بالنسبة للبي والسي والدي التحقق من تركيز السي. إذا عندنا غادي أول حاجة غنديروها غادي نحسبو كمية مادة حمض اللاكتيك الموجودة في الحجم في زيرو اللي خدينا من المحلول التجاري. لهذا الغرض غادي نبدا نحسبو الكتلة ديال المحلول التجاري اللي كاينة في 5 مليلتر. دونك عندنا الكتلة الحجمية هي الكتلة ديال هذا المحلول على في زيرو، وبالتالي الكتلة هي غو في زيرو. دونك هنايا غو هي 1.2×10³، و في زيرو هي 5 مليلتر، نحولوها للتر، دونك هادشي بيعطينا 6 غرام. إذا عندنا حنايا بأن الكتلة ديال الحمض اللاكتيك فهي 85% من الكتلة ديال المحلول التجاري. إذا عندنا غادي نسمانا هي إم بريم كتساوي 0.85، إم اللي هي 0.85 كتعطينا هادي هي 510 على 100 اللي هي 5.1 غرام. وبالتالي عندنا هنايا كمية المادة اللي ديال 5.1 غرام من حمض اللاكتيك هي كمية هي الكتلة على الكتلة المولية. إذا عندنا كمية المادة ديال حمض اللاكتيك اللي كاينة في هذيك خمسة يعني 5 مليلتر، دونك هي الكتلة على الكتلة المولية. هنايا راه حاولت نبسط الحساب، عندنا هنايا غادي نقدر نكتبو هي 51×10⁻¹، 51 هي 3×17 و 90 هي 3×3×10، وبالتالي هنا كنختزلو ب 3 بتبقى لي 17×3×10^2، وعطاونا هما 17×3 هي 5.7، دونك في 10^2 مول. إذا درنا التخفيف، إذا عندنا كمية المادة البدئية هي N وكمية المادة النهائية هي C فوا V. دونك عندنا علاقة التخفيف هي كمية المادة البدئية كتساوي كمية المادة النهائية اللي هي C فوا V، غادي نجبدو C اللي هي N على V. عندنا V 1 لتر، دونك كتبقى لنا هي 5.7×10^2 مول باغ لتر. دونك هنايا الاقتراح الصحيح هو B. سؤال 26، نأخذ نفس معطيات السؤال السابق اللي هو السؤال 25. نسكب في كأس حجما من المحلول S ونقيس pH المحلول، نحصل على pH كيساوي 2.57. تتعلق نسبة التقدم النهائي بالحجم المسكوب. هنا خطأ، الشيء اللي كاين في المحلول في الحجم معين إلا زينا منه واحد المقدار تيبقى نفس التقدم تاع الحجم كتغير. تفاعل بين حمض اللاكتيك والماء تفاعل كلي فهو كذلك خاطئ. بقى لنا نتحققوا من نسبة التقدم النهائي. طلبوا بأن نسبة التقدم النهائي هي التركيز ديال H3O بلس على السي اللي هي 10^-pH على السي. دونك هنايا 10^-pH هي 10^-2.57، ممكن نكتبوها على الشكل هي 10^-0.57 في 10^2، المهم مقسومة على 5.7×10^2، عطاونا مساعدة ديال 10^-0.57 اللي هي 0.27، نختزلو ب10^2 بتبقى لنا 0.27 على 5.7. يمكننا 0.27 نكتبوها هي 27×10^2 على 57×10^1، دونك بتبقى لنا نختزلو ب10^1، بتبقى لنا ان 27 هي 3×9×10^1 و 57 هي 3×19، وتعطينا هي 9×19×10^1، وعطونا بأن 9×19 هي 0.47 تقريبا، وبالتالي هذه 0.47×10^1 هي 0.047 اللي هي 4.7%، وبالتالي الجواب الصحيح هنا هو D. سؤال 27، نسخن بالارتداد في حوجلة خليطا متساوي المولات من حمض الميتانويك والبنتان 1 أول، ما كانت الطريقات المعايرة من تحديد كمية المادة ان ادوتيل الحمض المتبقي خلال الزمن، دونك يمثل الشكل جانبي المنحنى المحصل عليه. دونك الاقتراح الاول، احد نواتج التفاعل هو ايثانوات البنتيل، خطا، هنا هو ميثانوات البنتيل.
الكتابة الطوبولوجية للحمض المستعمل هي هذه، دونك هنا عندنا هذا كحول ماشي حمض. قيمة تقدم نهائي للتفاعل هي 0.2 مول، خطأ هذه هنا كمية المادة النهائية المتبقية ديال الحمض اللي هي 0.2. زمن نصف التفاعل هو تي واحد، دونك تي واحد هنا فهو كيوافق كمية المادة 0.4. دونك إلا جينا نشوفو هنا باش نعرفو شحال هو النصف ديال هاد كمية المادة خلال الزمان، دونك غادي ناخدو يعني كمية المادة من 0.6 ل 0.2، دونك النصف ديالها هو 0.4، وبالتالي الزمن الموافق هو زمن نصف التفاعل. إذا الجواب دي جواب صحيح. سؤال 28، نتوفر على محلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم KOH تركيزه 0.5 مول باغ لتر، لنخفف المحلول كما يلي: نأخذ 10 ملل من هذا المحلول ونسكبها في حوجة معيارية من فئة 100 ملل، ثم نضيف الكمية الضرورية من الماء المقطر فنحصل على محلول نرمز له بأسوأ. يعني هنا بالنسبة لهذا المحلول الأسوأ عندنا كمية يعني الحجم البدئي هو 10 ملل، الحجم النهائي هو 100 ملل، والتركيز البدئي هو 0.5 مول باغ لتر. نحصل على محلول S2 بمزج 20 ملل من محلول S1 و 20 ملل من محلول مائي لحمض كلوريدريك، التركيز ديالو هو 10^-1 مول باغ لتر. نحصل على محلول S3 بتخفيف S2 5 مرات. لان هنايا قبل ما نشوف الاقتراحات فغادي نجبدو المعطيات الخاصة بكل محلول. ده المحلول S1 قلنا هو محلول حصلنا عليه بتخفيف محلول كواج دي تركيز 0.5 مول باغ لتر. حسب علاقة التخفيف عندنا سي واحد فوا في كتساوي سي زيرو فوا في زيرو، دونك سي واحد هنا هو التركيز النهائي، التركيز البدئي هي سي زيرو، الحجم البدئي هو في زيرو والحجم النهائي هو في، دونك عندنا هي 0.5 × 10 ملل على 100 ملل. إذا التركيز النهائي عندنا هنايا هو 0.05 مول باغ لتر. بالنسبة للمحلول اس جوج فمني كنمزجو مع مني كنشدو اس واحد وكنمزجو مع محلول ديال اتش سي ال فكيوقع تفاعل ما بين ايونات اتش 3 بلس و اتش اون 1. يعني كميه الماده ديال الايونات اللي غادي تدخل في التفاعل عندنا بالنسبه للمحلول اس 1 فكناخذو منه واحد الحجم في 1 اللي هي 20 ملل، يعني كميه الماده ديال اتش اون 1 دونك عندنا هنايا هي 10^-3 مول. بالنسبه لاتش 3 بلس هو كناخذو منه 20 ملل، عطاونا التركيز ديالو دونك هي 10^-1 × 20 ملل، 10^-3 اللي هي 2 مول باغ لتر. وبالتالي هنايا فكنلاحظوا بان كميه الماده ديال اتش 3 بلس فهي اكبر من كميه الماده ديال اتش اون 1، يعني ان اتش اون 1 فهو متفاعل محيد، وبالتالي فايونات اتش اون 1 غادي تختفي وغادي تبقى واحد كميه ماده من اتش 3 بلس في هذا المحلول اس 2. اذا فكميه الماده ديال ايونات اتش 3 بلس المتبقيه في المحلول اس 2 في الحاله النهائيه هي كميه الماده البدئيه ناقص كميه الماده المتفاعله من اتش اون 1، دونك هادشي بيعطينا هو 10^-3 مول اللي هي متبقيه من اتش 3 بلس في هذا المحلول اس 2. وبالتالي نقدروا نجدوا دابا التركيز ديال هاد الايونات في المحلول اس 2 في الحاله النهائيه. المهم التركيز هو كميه الماده على الحجم، الحجم النهائي هنايا هو في 1 زائد في بريم اللي هي 20 + 20 اللي هي 40 ملل، دونك هي 10^-3 على 10^-3 × 40، دونك كتبقى لنا 1/40 اللي هي 0.025 او 2.5 × 10^-2 مول باغ لتر. بقى لينا المحلول اس 3 فكنشدو المحلول اس 2 وكنخفوه 5 المرات، بمعنى ان التركيز النهائي اللي هو سي 3 كيساوي التركيز البدئي مقسوم على 5، يعني خفناه 5 المرات. يعني عندي هذا هو 2.5 × 10^2 × 5 اللي هي 25 × 10^3 × 5 اللي هي 5 × 10^3 مول باغ لتر. فوالا، دونك يمكن لنا دابا نرجعو نشوفو الاقتراحات اللي عندنا. دونك طالبين منا هنايا البي اش، البي اش ديال المحلول اس 1 ديال اس 2 وديال اس 3، غنشوفو التحقق من البي اش ديال 1. إذا عندنا بالنسبة للمحلول اس 1 عندنا التركيز ديال ايونات اش اون 1 هو 0.05 مول باغ لتر. عندنا هنايا بطبيعة الحال تلقى من العلاقة ديال جودة على ايونين نقدرو نجبدو التركيز ديال اش 3 بلس، ومنو كنجبدو العلاقة ديال بي اش. دونك بي اش هنايا بالنسبة للقاعدة قوية بحال كاغواج تنحسبوه بي كا او زائد اللوك ديال القاعدة سي واحد.
إذا عندنا هي 14 زائد اللوغ ديال 15 أس ناقص جوج، يمكن نفككو 15 أس ناقص جوج هي 14 زائد اللوغ ديال 5 زائد اللوغ ديال 10 أس ناقص جوج، عطاونا اللوغ ديال 5 هو 0.7، وكنعرفو بأن اللوغ ديال 10 أس ناقص جوج هي ناقص جوج، وبالتالي هادشي كيعطينا 12.7، يعني أن الاقتراح أ خاطئ. بقى لينا نشوف الاقتراحين بي و سي. يعني بالنسبة لمحلول اس دو، أن التركيز الإيونات اتش 3 بلس هو سي دو اللي هي 0.025 مول باغ ليتر. كنعرفو بأن بالنسبة للحمض عندنا بي اتش هو ناقص اللوغ ديال سي بريم دو، دونك عندي اللوغ ديال اتش 3 بلس، عندي اتش 3 بلس عندي هي 2.15 أس ناقص جوج، دونك يمكن نفكها كذلك، هي ناقص اللوغ ديال 2.5 ناقص اللوغ ديال 10 أس ناقص جوج. عطاونا بأن اللوغ ديال 2.5 هو 0.4، هي ناقص 0.4 زائد جوج، دونك هو 1.6، وبالتالي 1.6 تتوافق لنا الاقتراح سي. إذا الجواب الصحيح هنا هو سي. بالنسبة للسؤال 29، نعتبر عمودا يتكون من تركيب نصفي عمود تدخل فيه مزدوجتان اف او دو بلس على اف او و سي دو بلس على سي او. يتكون كل نصف عمود من 150 مليلتر من محلول تركيز البدئين للايونات الفيزيائية و 0.2 مول باغ ليتر. تنتقل الالكترونات خارج العمود من الكترود الحديد في اتجاه الكترود النحاس، وبالتالي هنايا الانود عندي هنا هي الحديد والكاثود هي النحاس، وبالتالي ان معادله التفاعل هي يمكن نكتبها هي هذه. غنشوفوا الاقتراحات اللي عندنا. قال لك عند الكاثود يتحول سي الى سي دو بلس. عندنا اصلا الكاثود هي سي، وبالتالي في الكاثود كيوقع اختزال، نورمالمون سي دو بلس كتحول لسي، دونك خطا. ب عند الانود يتحول سي الى سي دو بلس، دونك هذا خطا كذلك، لان سي فهو قلنا الكاثود. خارج التفاعل البدئي هو 0.5. بالنسبه لخارج التفاعل هو التركيز ديال ايونات اف او دو بلس على التركيز ديال ايونات سي دو بلس، يعني هي سي على سي اللي هي 1 ماشي 0.5، اذا سي كذلك فهو خاطئ. بقى لنا نتحقق من كميه الماده ديال الالكترونات المتبادله. كمية المادة ديال الإلكترونات المتبادلة عندنا هي إي فوا دلتا تي على إف، دونك إي عندنا هي 35.10 أس ناقص 3، تي هي جوج سوايع و 30 دقيقة، يعني هي جوج و نص ساعة، هي جوج و نص ساعة هي 3600 ثانية، على إف اللي هي 9.65.10 أس 4، هادي يمكن نكتبوها هي 965.10 أس ناقص جوج. في 10 أس 4 هي 965 في 10 أس 2، هاد 965 يمكن نكتبوها كذلك هي 5 في 193، 35 يمكن نكتبوها هي 7 في 5، و 3600 هي 36 في 10 أس 2، دونك غنختزلو ب 10 أس 2، نختزلو ب 5، وبتبقى لنا هنايا 10 أس ناقص 3، ثم الجداء 7 في 2.5 في 36 على 193، عطاو لينا تقريبا هو 3.26، وبالتالي كمية المادة ديال الإلكترونات المتبادلة فهي كتساوي 3.26 × 10⁻³ مول، وبالتالي كما كتلاحظو فهي تقارب 4 × 10⁻³ مول، يعني أن الجواب الصحيح هنايا هو الدي. سؤال 30، تتمة ديال سؤال 29، التركيز النهائي للأيونات اف او دو بلس بعد جوج سوايع ونصف من الشغل هو، دونك غادي نبحثو على التركيز ديال الأيونات اف او دو بلس. عندنا هنايا التركيز ديال الأيونات اف او دو بلس هو كمية المادة ديالها على الحجم ديال المحلول. كمية المادة عندنا هنايا هي سي فوا في زائد اكس على في، دونك هي سي زائد اكس على في. كنعرفو بأن كم اكس عندنا هنايا هو نورمالمون كمية المادة ديال الإلكترونات هي 2x، لأن عدد الإلكترونات المتبادلة هو جوج، وبالتالي إن إلكترون كتساوي 2x، يعني إن إكس هي إن إلكترون على جوج. وعندنا هداك الشي اللي حسبنا قبيلة اللي هو 3.26 × 10⁻³ على جوج، دونك هادشي هو 1.63 × 10⁻³ مول. دونك إلا عوضنا دابا، دونك التركيز هنايا هو 0.2 فوا 1.63 × 10⁻³ على 150 مليلتر اللي هي 150 × 10⁻³. دونك هادي يمكننا نبسطو بعشرة أس ناقص ثلاثة، يمكن نكتبوها هاد 1.63 نكتبوها هي 16.3 × 10⁻¹،
و150 مكتوبة هي 15/10، وتبقى لنا هنايا هي 0.2 16.3 على 15/10 أس ناقص 2، وهم عطاونا بأن 16.3 على 15 هي 1.1 تقريبا، دونك هادشي هو 0.2 زائد 1.1/10 أس ناقص 2، المجموع ديال هادشي كيعطينا هو تركيز ديال الأيونات إف دو بلس هي 0.211 مول باغ ليتر، وبالتالي فكيبان لنا بأن الاقتراح أ فهو الاقتراح الصحيح، إذا الجواب الصحيح هنا هو أ. إذا كنكونو هنا سالينا التصحيح ديال جزء الكيمياء الخاص بمباراة كلية الطب والصيدلة الوجدة سنة 2018، تنكون نتمنى نكون توفقت في التصحيح هذا وتكون شرحت مزيان جميع الأسئلة اللي مطروحة، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، وبون كوراج معكم.